عايز ربنا يوسع رزقك، اتقي ربنا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عايز ربنا يوسع رزقك، استغفر ربنا، اكثر من الاستغفار. شوف ربنا يقول في القرآن: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. اللي يحصل يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. استنى بس، أقف لي على يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. ربنا بيقول استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم، هيمتعك متاعا حسنا إلى أجل مسمى، يعني لحد ما يأتي أجل الله، أنه ينتهي بي الحياة الدنيا، تنتهي خلاص. طب إيه هو المتاع الحسن؟ قالوا المتاع الحسن هو سعة الرزق ورغد العيش والعافية. والله ما في أجمل من كده. يعني القرآن بيقول وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، اللي يحصل بقى لو استغفرت وتبت إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. عرفنا الأجل المسمى الموت. طيب إيه المتاع الحسن بقى اللي هيمتعه لك، اللي هيمتعك بيه؟ ثلاث حاجات: سعة الرزق، يبقى رزقك واسع، ورغد العيش. يعني ايه رغد العيش؟ ما في ناس رزقها واسع بس بتتعب قوي، وبيروح البيت مهدود حيله، لا بيعرف يلعب مع عيل، ولا يعرف يطبطب على بنته، ولا يعرف يعمل حاجة. لا، وفي ناس بقى بيبقى رزقها واسع وحاسس برغد من العيش، ما فيهوش مشقة، ما فيهوش شقاء، ما بيهلكش صحته. شفت؟ قال لك يبقى المتاع الحسن سعة الرزق ورغد العيش والعافية. ايه العافية دي؟ الصحة. تقدر تقول لي نعمل ايه بالملايين من غير صحة؟ تقدر تقول لي مائدة سفرة، ترابيزة سفرة محطوط عليها اشكال واصناف من الطعام، والزبون ممنوع من المسبك، وممنوع من الدهون، وممنوع من اللحوم، وممنوع ايه قيمة ترابيزة السفرة دي بقى؟ يعني ايه قيمة ان يبقى عندك كتير؟ ربنا يمتعك بالصحة والعافية. نتكلم عن واحد مش موجود معانا. ايه قيمة ان يبقى عنده كتير 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 وهو ما عندوش الصحة والعافية، وهو ممنوع من الاكل؟ فده امر مهم جدا يا حضراتكم. يبقى الاستغفار، كثرة الاستغفار، ربنا يمتعك المتاع الحسن إلى أجل مسمى، لحد ما تلقى الله. حتى النبي عليه الصلاة والسلام يقول سلوا الله العافية، قل يا ربي أسألك العافية. ليه؟ فما أعطي أحد بعد اليقين خيرا من العافية. اليقين اللي هو الإيمان بالله. أنت مؤمن بالله؟ أو دي أعلى نعمة. طب رقم اثنين العافية، إن ربنا يمن عليك بالصحة. جميل. كثرة الدعاء، ادعي ربنا يوسع لك رزقك. مديون، ادعي ربنا. النبي علمنا اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. لو دعيت ربنا بصدق، إذا استعذت بربنا قلت له يا رب أنا أعوذ بك، أحتمي بك يا رب، وألجأ إليك يا رب، اكفني يا رب غلبة الدين وقهر الرجال، ربنا سبحانه وتعالى هيقضي عنك دينك ويزيل همك بكثرة الدعاء. صلاة الضحى، على طول نصلي صلاة الضحى. اللي يصلي 4 ركعات في أول النهار ربنا يكفيه آخر النهار. صلاة الرحم، قريبك أهلك لا تهلك. سيبك بقى من الناس التانية يقول لك يا ده الأقارب عقارب. لا، لما ربنا يوصينا بذوي القربة يبقى مهم جدا ذوي القربة. قالوا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. حاضر، هنعبد ربنا ومش هنشرك به. في حاجة تانية؟ قالوا وبالوالدين إحسانا. كويس، أبويا وأمي على راسي. ها، وبذي القربة، يا سلام، طبعا ذوي القربة لازم تصل قرايبك. في سورة الإسراء ربنا بيقول إيه سبحانه وتعالى؟ فآت ذا القربى حقه. ده له حق عندي، عمتي ليها حق عندي، عمي له حق عندي، خالي وخالتي لهم حق عندي. عرفتوا
في ناس في ضيق من العيش بسبب ايه؟ بسبب قطع الرحم يا حضرات. دي مصيبة كبيرة جدا. ده النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. تقول لي أصل وفصل ملهاش حل. أنا عايز أجيب مثال وياريت محدش يزعل مني. طبعا كل شغل، أي وظيفة بتخدم المجتمع، وظيفة حلال، عمل شريف وعمل نبيل. والله حتى عم فلان اللي بيكنس الشارع ده ربنا يكرمه، ده النبي قال الطهور شطر الإيمان. طيب وعمي فلان اللي بيسلك المجاري، يقولك يا معقولة يا إيه اللي بيخليه يتعب كده ويسلك بالوعات المجاري والحاجات دي؟ لقمة عيشه، صح؟ تخيل لو عمي فلان ده بيقرف، ها، والمجاري جرى لها حاجة، أنا وإنت نروح فين؟ نتعب، صح ولا لأ؟ طيب تيجي تقول له يا حاج انت ازاي بتجيب القدرة والمقدرة انك تنزل وتسلكها وكده، يعني سبحان الله، يعني ده حاجة ربما تكون مؤلمة نفسيا يعني. يقول لك اكل عيش يا بيه، الحمد لله، صح؟ يعني هو عمل كده عشان لقمة عيش حلال ياكلها، صح ولا لا؟ احنا ما بنقولكش اعمل كده، احنا بنقولك صل رحمك، لانك لما تصل رحمك ربنا هيرزقك. تقول لي بقى وحشين، اصل قرايبي بيعملوا ايه؟ يا سيدي خد بالك، محدش قالك روح احكي لقرايبك. اصلي بيطلعوا اخبار يا برد، يا سيدي ما تقولهمش اخبار، روح اقعد مع خالتك، خالتك ست طيبة وعلى نيتها، اي معلومة انت بتقولها لها بعد نص ساعة، بعد نص ساعة من مغادرتك المكان بتبقى المعلومة ديت في جميع وسائل الانباء العالمية. ما تقولهاش، ما تقولهاش يا سيدي، بس لازم تسأل على قرايبك. أظن الموضوع ده ما يجيش حد يقول ده الشيخ رمضان قال، الشيخ رمضان ما قالش، ده ربنا اللي قال. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، قاطع الرحم مش هيخش الجنة. كمان مرة، قاطع الرحم مش هيشم ريحة الجنة. مين اللي قال الكلام ده؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة قاطع.